أهلا بكم مشاهدينا الكرام من الرافدين في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف العراقية والدولية، ونبدأ بأهم العناوين. في المدى دائرة مقاطعة الانتخابات تتسع، والنواب يقولون ما المغزى من إجراء الانتخابات. في القدس العربي قطر ترسل فريقا لدعم جهود تركيا في مواجهة حرائق الغابات. في العرب اللندنية المترجمون الأفغان، ورقة المعارضة الكويتية لإحراج الحكومة أمام واشنطن. في أوبزيرفر عام على تفجير بيروت ولبنان، تحكمه جماعات مصالح أتقنت الفساد ولا يهمها الشعب. أما في الزمن عمل تخريبي يلحق الضرر بأربعة أبراج لنقل الطاقة في ديالى. نقرأ في العربي الجديد، واشنطن تعتزم فرض عقوبات تستهدف المسيرات الإيرانية. وفي عربي 21 قتلى من حزب الله بهجوم مسلح جنوبي بيروت. نبدأ مشاهدينا الكرام من صحيفة الميثاق الوطني العراقي ومقال عن الثاني من آب وذكر غزو الكويت للكاتب أحمد صبري. قال فيه: أصبح الثاني من آب عام 1990 الذي يستذكره العراقيون كل عام في هذه الأيام أصبح تاريخا فاصلا بين مرحلتين ما زلنا نئن تحت وطأته وتداعياته، على الرغم من المحاولات الجادة لطي صفحة الماضي والتطلع إلى المستقبل وبناء الثقة بين العراق والكويت. فدفع العراق فاتورة غزو للكويت، وتحول بفعل مرحلة ما بعد الثاني من آب بلدا محاصرا معزولا عن العالم لا يقوى على مواجهة قرارات مجلس الأمن التي فرضت الحصار عليه. وأمام هذا المشهد الذي نتذكره كل عام، فإن الانشغال بالماضي وتكريسه سلعة متداولة للحاضر، رغم مرور 31 عاماً على الاجتياح العراقي للكويت، لا يصب في مصلحة البلدين، ولا يصب أيضاً على إجراءات بناء الثقة وتعزيزها، لأنها ستنعكس سلباً على المحاولات الحقيقية لمغادرة تداعيات تلك المرحلة في تاريخ البلدين، ومن دون التوقف عند الظروف والأسباب التي أدت إلى الغزو العراقي للكويت، فإن الموقف المسؤول يتطلب مزيداً من إجراءات بناء الثقة بين البلدين وطي هذه الصفحة وتداعياتها على عمق العلاقة الأخوية بين شعبي القطرين الشقيقين. وما بين الثاني من آب عام 1990 والتاسع من نيسان عام 2003 فاصلة زمنية شهدت ارتدادات الاجتياح العراقي للكويت الذي تحمل العراق وحده نتائجه الكارثية، خصوصا الحصار الذي حصد أرواح نحو مليون عراقي على مدى سنواته العجاف، فضلا عن تدمير بنيته التحتية بكل مفاصلها خلال حرب الخليج الثانية عام 1991. ورغم ما أصاب العراق بعد احتلاله من تدمير أو انهيار الدولة ومؤسساتها ومفاصلها والفوضى والعنف الطائفي الذي حصد هو الآخر أرواح مئات الآلاف من أبنائه، كما أن الكويت هي أيضا تحملت الأعباء الكبيرة لتداعيات ذلك اليوم، وهذا بتقديرنا يكفي لتضميد الجراح، لا سيما أن العراق قام بتنفيذ جميع القرارات التي ترتبت على غزوه للكويت. الخلاصة أن ما يحصل في المنطقة والإقليم العربي من استقطاب سياسي وطائفي وأزمات تطلب البحث عن المشتركات التي تعزز الثقة وتسد أي نافذة للإضرار بمستقبل علاقاتهما لمواجهة الأخطار المحتملة للتداعيات وارتدادات ما يجري من أجل تحصين بلديهما من أي اختراق جديد قد يطيح بإجراءات بناء الثقة المتواصلة وتعزيزها بمواقف مسؤولة لحمايتها من الرياح التي هبت على منطقتنا هي بالأحوال كافة أصبحت بالضد من طموح شعوبها في الأمن والاستقرار والسلم المجتمعي.
عن مغادرة القوات الأمريكية العراق كتب عون القلمشي: بعد مرور 18 سنة على الاحتلال الأمريكي للعراق، وبعد افتضاح أهدافه ومخططاته العدوانية، وبعد كل الوقائع والأدلة التي تؤكد إصرار الأمريكيين على مواصلة الاحتلال، يصبح من المعيب جدا الحديث عن إمكانية الخروج طواعية لمجرد طلب من الحكومة أو البرلمان. فالاتفاقية الأمنية التي وقعها رئيس أمريكا الأسبق بوش الابن مع نور المالكي رئيس وزراء العراق الأسبق في نهاية عام 2011 ألزمت العراق ببنود مذلة ومهينة، منها منح المحتل الأمريكي حق البقاء إلى مدى طويل، وبناء قواعد عسكرية دائمة في طول البلاد وعرضها، ومواقع للربط فيما بينها، وسيطرة كاملة على الأجواء والمياه الإقليمية. هذه الاتفاقية جعلت من العراق مستعمرة أمريكية بامتياز، يصعب على أي حكومة عميلة الإفلات منها أو التلاعب ببنودها دون موافقة أمريكا. لكن هذا ليس كل شيء، فالمحتل الأمريكي لم يفكر أصلا بالانسحاب على المدى المنظور، على الرغم من جميع وعود رؤساء أمريكا بالخروج من العراق. فجورج بوش الابن كذب حين تحدث عن استراتيجية جديدة سماها استراتيجية الخروج، وخليفته باراك أوباما راوغ بتبشير العراقيين بانسحاب مسؤول أو انسحاب استراتيجي مشرف وترك العراق لأهله. أما ثالثهم دونالد ترامب فقد قال: ذهاب قواتنا للعراق كان غلطة كبيرة وعلينا تصحيحها. إذا دققنا في الأمر سنجد الكاظمي يعلم أكثر من غيره بأن انسحاب أمريكا من العراق ليس بيده، ولا بيد الأحزاب الشريرة، ولا بيد البرلمان المزور، وإنما بيد أمريكا. مثلما يعلم بأن أمريكا هذه لم تأتي إلى العراق لتنسحب منه، وإنما أتت لتدمير العراق دولة ومجتمعا. وما دام مخطط تدمير العراق لم يكتمل بعد، فإن هذه القوة ستبقى إلى عقود طويلة. ولولا الضغط الشعبي الرافض للاحتلال لما طالب الكاظمي بوضع جدول زمني وهمي للانسحاب. وفق هذا السياق فإن المفاوضات التي جرت في واشنطن والتي لم تستغرق أكثر من ساعة يمكن تسميتها إملاء شروط القوي على الضعيف. وأضاف الكاتب: نعم، إن من يجبر المحتل على المغادرة ويحرر البلاد والعباد من رشه ويحافظ على حقوق العراق هو الشعب العراقي وثورته العظيمة. وسيأتي هذا اليوم عاجلا أم آجلا، إذ ليس هناك من شعب قبيل بالاحتلال مهما كانت قوة المحتل وجبروته، خصوصا إذا تعلق الأمر بالعراقيين الذين اشتهروا بين الشعوب بمقاومة الغزاة والمحتلين عبر عصور التاريخ المختلفة. وكلنا أمل وثقة بثورة تشرين التي تعد نفسها لهذا اليوم الموعود. في تباين الاستراتيجيات الأمريكية إزاء أفغانستان والعراق، كتب سيار الجميل في صحيفة العربي الجديد: لا أحد في استطاعته التكهن بما تريده السياسة الأمريكية في العالم، وخصوصا في الشرق الأوسط. وإذا كانت الصحافة الأمريكية تتفق مع تلك السياسة أو تخالفها، فليس معنى ذلك أنها تدرك ما الذي وراء ما يرسمه أصحاب القرار من استراتيجيات خفية بمعزل عن غيرهم أبدا. ولا يعلم أحد ما الصفقة القادمة بين الفرقاء، وما الاستراتيجية الجديدة التي قد يتبعها الأمريكيون في أفغانستان أو مع العراق لاحقا. نزل الشباب العراقي إلى الشوارع في عام 2019 للاحتجاج على 16 عاما من مفاسد حكومات متتالية تعيسة اعتمدت على طبقة سياسية طائفية فاسدة تعتبرها كل من أمريكا وإيران مجرد دمى لهما. كانت الاحتجاجات موجهة ضد فساد الحكومات العراقية المتعاقبة وفشلها، وصولا إلى تشكيل حكومة جديدة في مايو أيار عام 2020 برئاسة مصطفى الكاظمي يحمل جنسية بريطانية،
لم يستطع فعل أي شيء بسبب ضعف قدراته وإمكاناته لإيقاف انهيارات البلاد والحد من بطش الميليشيات الموالية والولائية لإيران، كما لم يوقف أبداً استشراء الفساد واستفحال الجرائم. وتعلم أمريكا فشله وفشل من سبقوه في حكم العراق، ولكنها كما يبدو لا تقبل بتغيير نظام الحكم الحالي كونه يخدم وضعها تماماً. يمكن لإيران تشغيل ميليشياتها وإيقافها كسلاح ضد الولايات المتحدة، وهي وحدات لها مصالحها وهياكل صنع القرار الخاصة بها ومتنفذة في العراق، ولها قوة بطش تخشاه الحكومة نفسها. لم يتم تحديد موعد ولم يتم التوقيع على اتفاق مفصل بين العراقيين والأمريكان، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي فاقد للثقة والأهلية من كل الأطراف، والعالم يشهد توالي الهجمات على القوات الأمريكية من دون أي رد فعل مضاد، ولكن إيران ربما تبيعهم في صفقة مع الأمريكان في محادثات فيينا. الجيش الأمريكي يقصف العراق 26 عاماً في 30 عاماً الماضية، وتثبت الحقيقة أنه لا يزال يشن ضربات جوية دفاعية بعد 18 عاما من غزوه عام 2003، وما يقرب من 10 سنوات منذ النهاية الرسمية للحرب. فمن التعاسة أن يكون العراق ميدانا للكوارث من خلال تدخلات الآخرين في أراضيه وشؤونه. نشر موقع نيوزري روسي تقريرا تحدث فيه عن قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن تقليص القوات الأمريكية في العراق بحلول نهاية العام الحالي، وذلك بعد مغادرة الوحدات العسكرية الأمريكية أفغانستان، وهو ما يشير إلى إمكانية اتباع استراتيجية نفسها مع سوريا أيضا. إن القوات الأمريكية محدودة العدد في العراق تواصل تقديم المساعدة للجماعات غير الحكومية الموالية للأكراد والسيطرة على حقول النفط في شمال شرقي البلاد، الأمر الذي يثير تساؤلات حول إمكانية تخفيف الضغط الأمريكي على دمشق أيضاً، بعد أن أصبحت مسألة الحفاظ على الوجود العسكري الأمريكي موضع جدل عام في بغداد في ظل ممارسة سياسيين موالين لإيران ضغطاً على الحكومة المركزية لطرد الأمريكيين. من المتوقع أن يتم إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الأجنبي بقيادة الولايات المتحدة في العراق. وفي ظل فشل السلطات العراقية في مقاومة منتقديها، اعتمد البرلمان العراقي في عام 2020 قراراً يقضي بضرورة سحب القوات الأجنبية، واعتبر بعض المراقبين قرار وقف العمليات العسكرية المعلن عنه بعد زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لواشنطن محاولة لتخفيف ضغط القوات الموالية لإيران على بغداد. مع ذلك لا يمكن اعتبار المبادرة الأمريكية المتعلقة بالملف العراقي انسحابا كاملا للقوات، إذ يستبعد المراقبون حدوث تحولات استراتيجية في عدد القوات الأمريكية المنتشرة في العراق وفي المنشآت العسكرية التي يستخدمها التحالف. هذا أورد الموقع أن النقاش عن إعادة تشكيل البعثة العراقية يتزامن مع تغير الظروف في أفغانستان، إذ يجب على الولايات المتحدة بموجب اتفاقياتها المباشرة مع حركة طالبان أن تخرج قواتها بحلول شهر أيلول سبتمبر من العام الحالي. ويمكن أن يكمن الفرق الأساس في أن إدارة بايدن أرادت زيادة تدفق الأفراد العسكريين إلى أقصى حد من دون الإيفاء بأهم شروط اتفاق السلام مع طالبان. نشرت مجلة تايم الأمريكية تقريراً أعده سايمون سبيكمان كوردال، قال فيه أن الرئيس التونسي قيس بن سعيد قام بما يبدو أنه انقلاب، ولكن الديمقراطية التونسية لم تمت بعد.
تونس أصبحت في السنوات الأخيرة ضحية لسمعتها، ففي العقد منذ الثورة المهمة في عام 2011 تم اعتبارها قصة النجاح الديمقراطي الوحيد للربيع العربي، وتم تعليق هذا الوصف حول عنق البلد مثل طائرة القطرس، وفي الوقت الذي مدح فيه المراقبون عملية التحول الديمقراطي، إلا أنه لم يلتفتوا للبرلمان الذي كان ينحدر وبشكل منتظم نحو الفوضى وللاقتصاد وهو ينهار. وأضيف هذا إلى المزيج كوفيد-19 الذي كان الأسوأ الذي يمر على البلاد، ورد الحكومة الكارثي عليه، وحادثة يوم الأحد عندما عطل الرئيس قيس سعيد البرلمان مدة شهر وعزل رئيس الوزراء هشام المشيشي. وتساءل الكاتب عن سبب تحرك الرئيس بقوله إن الرغبة بتغير تونس تتخمر، فعبر الحكومات العشر التي مرت على تونس في العقد الماضي لم ترتفع الطبقة السياسية لمطالب السكان والواقع اليومي الذي يعانون منه. ففي العام الماضي عندما كشفت دراسة استطلاعية عن حاجة ثلث السكان للطعام، فكر الساسة في تونس بقطع الدعم عن الخبز، وتجاهل الساسة البطالة والأوضاع الاقتصادية الصعبة والجوع ووحشية الشرطة، وركزوا على المسرحيات السياسية وتأكيد مواقعهم. وتظل حركة سعيد خطرة على الديمقراطية التونسية، ولكنها قائمة من خلال منظمات المجتمع المدني والاستثمار الطويل فيها. ولو انحرف سعيد عن المسار الدستوري الذي يزعم أنه بنى خطواته عليه، فإنه سيخسر دعم النقابات والاتحادات له والدولي أيضا بحسب الصحيفة. ذكر الكاتب حسين عبد العزيز في مقاله بموقع عربي 21، كعادتها تأتي المواقف الأمريكية من الاستحقاقات الديمقراطية في بلدان العالم الثالث ضبابية غير واضحة، كما هو الموقف الأمريكي الأخير من الانقلاب الذي قام به الرئيس التونسي قيس بن سعيد على الديمقراطية. دعوة وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكن الرئيس التونسي إلى احترام الديمقراطية هي دعوة عامة لا تحمل إلا معنى واحدا، هو أن واشنطن قد تقبل بخطوات سعيد إذا ما حققت في النهاية الاستقرار. لم تتعامل الإدارات الأمريكية مع الثورات العربية والتداعيات السياسية والعسكرية والإنسانية التي خلفتها من منطلق المعيار الديمقراطي، وإنما من منطلق المعيار السياسي الاستراتيجي، فكانت مواقفها في سوريا وليبيا ومصر وتونس واليمن خاضعة لهذا الاعتبار وحده. لا يفرد الخطاب السياسي الأمريكي الخارجي بشكل عام أولوية كبيرة للديمقراطية كهدف في ذاته، فالأولوية للاستقرار، وإذا ما كانت الديمقراطية ستؤدي إلى الفوضى فإنه يمكن التضحية بها على مذبح الاستقرار. تظهر سيولة الخطاب الأمريكي بشكل صارخ في سوريا، فقد شهدت البلاد خلال السنوات العشر الماضية أكبر أزمة إنسانية على مستوى العالم، سواء على الصعيد النزوح والتهجير أو على صعيد القتل والاعتقال والتدمير. ومع ذلك بدا الموقف الأمريكي منذ عام 2015 ينتقل تدريجيا للقبول بالوضع القائم واعتبار الأسد جد رئيسا من أي معادلة سياسية مستقبلية. هنا انهارت المطالب الديمقراطية لصالح المصالح الاستراتيجية الكبرى للولايات المتحدة وإسرائيل، وأصبحت الأزمة الإنسانية مجرد تفصيل صغير. لم تكن الديمقراطية في ذاتها إذن هي هدفا للسياسة الأمريكية الخارجية بطبيعة الحال، بل كانت أداة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية على مدار سنوات طويلة. حصل تلاق بين النخب السياسية الحاكمة في واشنطن ومنظري الفكر السياسي الأمريكي في ضرورة التركيز على ثبات الأنظمة الحاكمة وإن كانت ديكتاتورية، بكون أن الأخيرة تمتلك أدوات الضبط والإكراه الضروريين لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
تحت ظل الضوء الخافت الذي يتسلل إلى المكان والذاكرة من تلك المصابيح المعلقة في السقف وسط آلاف الكتب القديمة والمقتنيات الأثرية الأنتيكة، يقضي الستيني أبو جميل الرئيس وقته منذ ما يزيد على 30 عاما في متجره الصغير بحجمه الكبير بما يحتويه من تحف فنية نادرة. ويشد انتباهك هذا المتجر الذي يضم عشرات الرفوف التي تحتضن كتبا وروايات ونسخا قديمة من أشهر الصحف العالمية، فضلا عن الأواني النحاسية والتحف الخشبية ومقتنيات أثرية اكتست بغبار الزمن وإرث التاريخ، تجذبك إلى الحد الذي يجعلك تقف صامتا متأملا ومتسائلا، كيف لمكان كهذا أن يهجر؟ المكان الذي كان وجهة سياحية لعدد من الزائرين الأجانب في السنوات السابقة يضم أيضا الحلية والسلاسل الفضية والأواني النحاسية وأباريق القهوة وأدوات النجارة والحدادة التي كانت تستخدم في المدارس المهنية والتقنية قديما، فضلا عن بعض المجلات الثقافية العربية التي تحمل واجهاتها تحمل صورا لزعماء عرب، لكنه اليوم بات يشكو من قلة زائريه، ويعود السبب في ذلك إلى تردي الحالة الاقتصادية والحصار المفروض على غزة منذ أكثر من عقد من الزمن. أبقى الآن قبل الختام مع مجموعة من الرسوم الكاريكاتيرية. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين في رعاية الله.